All I got is so bad, broke my broken will and I can't go again. هلا والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2 زي اللهب. طبعا في هذا المقطع راح نتكلم عن أغبى قاتلين في لعبة Red Dead Redemption 2، صراحة مغفلين درجة أولى. راح نشوف قصتهم من الألف للياء، وهل نقدر نساعدهم، وهل يعني إذا ساعدناهم نقدر نحصلهم في مكان آخر أو لا. فيلا نخش في المقطع. طبعا هذول الأشخاص راح يكونون في الشابتر الرابع في مهمة جانبية من مدينة رودز. طبعا أول ما تجيهم راح تلاحظ إنهم بملابس السجن، ولحد الآن ما نعرف إيش ارتكبوا من جريمة يعني، وما نعرف أسماءهم. فعشان نعرف هذه التفاصيل لازم نخش في أول حوار يدور بيننا وبينهم، فتعالوا سويا نشوف. What you fools up to? It's Mr. Black's fault. His fault, the darky white. Although I don't know why they call him that. Look at him. Don't you start now. I'll knock the color clean off you. Come on. And I'll tell you, you lily livid. Enough. You two fools look like you've just run off a chain gang. Yeah, what of it? What are you doing? Starving. They got bounty posters for us all over town. And we can't go into town to get supplies. Say, mister, maybe you can do us fools a favor. We ain't bad guys at all. He's okay, even for a darkie. Shut it, you pasty-faced streak of piss! Yeah, I had up to here with you. Enough! Do your goddamn favor what you want. Maybe you can go into town and take down them wanted posters of us. Okay. Maybe meet us back at the campfire in the woods and tell us how you did. Maybe bring us a little bite to eat? Don't push your luck. Nice fella. Yeah, you love nice fellas. Don't you start up again. Just shut up. You shut up! طبعا زي ما شفتوا أساميهم غريبة جدا. الشخص ذو البشرة السوداء اسمه مستر وايت، والشخص ذو البشرة البيضاء اسمه مستر بلاك. هذولا عكسين أبو الدنيا. طيب ليش هما بملابس السجن؟ طبعا غالبا انهم هربوا من السجن، او انهم هربوا اثناء توصيلهم للسجن وانتهى المطاف بيهم في مدينة رودز. طيب المطلوب منك انك تساعدهم عن طريق انك تتخلص من ملصقاتهم المنتشرة في مدينة رودز. ملصقاتهم اللي فيها مطلوبين للعدالة راح تكون منتشرة بشكل كبير جدا في رودز. طبعا لما نجي نطالع في احد الملصقات راح تلاحظ انهم فعلا هربوا من السجن، والان هم مطلوبين للعدالة. طبعا ملصقاتهم سهل جدا جدا انك تحصلها، فقط كل اللي عليك انك تروح لمدينة رودز وراح تحصل الملصقات منتشرة، كل اللي عليك انك تاخذها. صراحة مستر بلاك ومستر وايت مساكين يا اخي. المعروف انه المجرم لما يرتكب جريمة معينة يبعد عن موقع الجريمة والمدينة اللي يكون مطلوب فيها، يبعد عنها بشكل كبير، لكن هذولا متكيين في المدينة اللي هم مطلوبين فيها. صراحة حيجننوني هذول. طبعا في احد البوسترات او الملصقات راح تحصل انه صائد جوائز اخذ هذا الملصق. مستر بلاك مستر وايت انترستين. Mister, I need that poster. There's been a recall. I weren't born yesterday. This one's mine, so you can go and get your own. Excuse me! It's on the line, dirty bastard! Be a man about this. Do it! So, what you got for me? زي ما شفتوا ما لك إلا أنك تجلد جلد عشان تاخذ الملصق. طبعا بعد ما تتخلص من جميع الملصقات راح ترجع لمستر وايت ومستر بلاك وراح يدور حوار بينكم. Hey friend. Hello. How was in town? Pretty hot. There's quite a price on you boys. It is so unfair. I didn't do nothing. Well, they said you was wanted for murder. It wasn't murder. It was self-defense. And you? Killed a farmer? Well, firstly, I would have, but he died before I could. And secondly, well, he had it coming.
I don't like to say. Ain't no business of mine. Here's the posters. Thanks, partner. طبعا زي ما شفتوا مستر وايت ومستر بلاك طلعوا قتلة. مستر وايت قتل شخص بحجة انه كبير في العمر وانه في نهاية المطاف راح يموت وانه راح يموت يعني في كلتا الحالتين. ومستر بلاك قتل شخص وقال انه كان يدافع عن نفسه. يعني فوق ما هم ارتكبوا الجريمة بشكل غبي ما هم عارفين يبررون لجريمتهم ويعني يسووا لهم مخرج. ما هم عارفين ابدا وزي ما شفنا في كلامهم كلامهم غير مقنع ابدا. طبعا هذا هو خيار انك تساعدهم، لكن احد الخيارات انك تمسكهم وتوديهم للشرطة ومكتب الشيرف في مدينة رودز، ولما تسوي هذا الشيء راح تدور حوارات بينكم. تعالوا نسمع سويا. Got one of those fellas ran off the chain gang. I knew they was around here. Put them in the cell. I knew we shouldn't have trusted you. The other one will be in shortly. Good work, son. You devil! Two makes a pair. Well done, sir. Well done. Put them in the cell for me. Running away weren't my idea, okay? The other one, Black, he had the plan. Sheriff, you got to look at my case. That was extenuating. The son of a bitch deserved it. طبعا زي ما شفتوا باقي يبررون لنفسهم ويعني يبررون جريمتهم ويقولون انهم مساكين ومن هذا الكلام. طبعا لما تسلم مستر بلاك ومستر وايت الشيرف راح يعطيك المبلغ اللي هو 40 دولار. في شيء غريب جدا انه لما تسلمهم للعدالة ما راح يزيد الشرف معاك زي بقية المجرمين. يعني حتى روكستار شايفة انه ما في شيء سلبي في الموضوع، سواء يعني وديتهم للشرطة وسلمتهم للعدالة أو إنك تساعدهم. يعني في نهاية الأمر أنت مخير بالشيء اللي تبغى تسويه. طبعا في شيء رهيب جدا راح يحصل إذا ساعدتهم وخليتهم يعيشون ويبدون حياة جديدة. بكل بساطة راح تحصلهم في بيت صغير جدا وراح تقابلهم مرة أخرى وراح يدور حوار رهيب جدا بينكم. تعالوا نسمع سويا. Hey, you alright, mister? Can we help you? I'm fine. Oh, I know you two. Hey, look who it is. I barely recognized you boys on account of you not trying to kill each other. Yeah, well, somebody learned his manners, finally. So you boys didn't run away. Now, nobody looking out here. I reckon we're okay. All right. But the law's pretty, well, it's pretty vigorous these days. I told you we should leave, but did you want to listen? Oh, no. Mr. High and Mighty, he don't listen to no one. Oh, would you just shut up? I will not. I will not shut up. You know what? You'll shut up when I shut you up. Oh, that's real funny. I cannot believe it. I'm stuck out here with only you to talk to. I get a better conversation from the goddamn trees. I know. I've seen you talking. He should have hanged you for being a moron. You're an unkind man, Mr. Black. Oh, let me in. Let me in. Open the door. Come on, let me in. I'll kill you myself. Go away. Let me in. I'm sorry, okay? I'm sorry. Now let me in. Go away. I'll make dinner. Again. All right, I'm sorry. Say you're sorry again. I'm real sorry.
طبعا زي ما شفتوا برضو مستمرين على المناحلة والمناقشة والخصام، لكن على الأقل هذه المرة يعني أبسط من المرة الأولى. يعني المرة الأولى كانوا مطلوبين للعدالة وبرضو مستمرين في المخاصمة والنقاش، هذه المرة يعني نقاش نوعا ما حبي وبينهم فقط، وما كانت فيه له يعني شرطة ومطلوبين للعدالة وغيرها. يعني صراحة شيء جميل جدا، يعني انت ساعدتهم وفي المقابل هم قدروا هذه المساعدة، ويعني تركوا حياة الإجرام اللي ما أدري ليش خاشينها وبدوا حياة جديدة فعلا. وزي ما شفنا يعني ساكنين في هذا البيت الصغير وعايشين حياتهم ومبسوطين جدا. طبعا تقدر تشيك على بيتهم إذا كنت في شابتر سابق قبل الشابتر الرابع، ولما تخش البيت راح تلاحظ إنه عندهم فقط سرير واحد مع إنهم اثنين. وأيضا البيت راح يكون فيه له أكل وأشياء حياتهم، الأشياء الطبيعية اللي تحصلها في أي بيت. والحلو إنه ما عندهم أسلحة أو يعني ماجنوم أو شوتجن أو حاجة زي كذا، يعني فعلا فعلا مستر وايت ومستر بلاك بدوا حياة جديدة ونسوا الماضي بشكل كامل. صراحة قصتهم جدا جدا رهيبة وجدا ممتعة، واستمتعت وانا اتعامل معاهم. طيب شاركونا في خانة التعليقات آراءكم عن مستر وايت ومستر بلاك. طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة، حطوا لايك ليجيكم هدى الآن يدمر لكم الجبهة. يلا سلام عليكم.